السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. كما كتشوفوا اليوم عندنا الجديد ديال التوب ديجيتال، توب خيط، يعني كما كتشوفوا اللوينات في رائعة ديال الصيف، توب صيفي. الثمن ديال هاد التوب هذا داير 30 درهم المترو. كما كتشوفوا زواقات في رائعة ديال التوب ديجيتال خيط، الوينات كذلك رائعة. بالنسبة لهذا التوب هذا كيجي في جلابة، كيتخدم جلابة خفيفة، كيتخدم كذلك في البيجامة، يعني كيجي كسيوات رومية، كيجي رائع في اللبس ديالو. كما كتشوفوا الوينات ديالو رائعة، الثمن ديالو راه 30 درهم المترو. وبالنسبة للناس اللي كيبغيو ياخذوا الجملة او كيبغيو ياخذوا واحد العدد كتير ديال الاتواب، يعني راه كيبيعوا حتى الجملة تا هي، ومن طبيعة الحال راه غادي ينقصوا من الثمن ديال 30 درهم. يعني اللي بغى يتواصل مع مول المحل غتحطوا اول تعليق، غتلقاو الرقم ديال التليفون ديالو، يمكن تواصلوا معاه وتفاهموا على الثمن ديال الجمله. هاد مول المحل هذا راه كاين في مدينه سيدي بنور، انا راه جا في الباب الخلفي ديال القياده اللي كاين حدا لبريغاد، واللي كاين كذلك حدا القاعه ديال الحفلات، هو جا في الباب الخلفي حدا قاسم التوب، حدا فرماسيان ديال اسعد. كما كتشوفوا الوينات رائعه ديال التوب هذا، مول المحل راه الاسم ديالو عبد الفتاح. الوينات راقيه ديال التوب ديال الصيف، الوينات بارده. وهاد التوب هذا راه كيدار يعني ملي كيتقطع، يعني راه كديريه في الماء، كتفزقيه في الماء باش كيشرب التوب ديالو، باش ملي كيتفصل وكيتخيط ما كيطلعش. يعني خصك ديريه اول حاجه ملي كتقطعي التوب غتفزقيه في الماء وتنشري تيكرم، عاد يمكن تفصليه. الثمن راه 30 درهم المترو، والناس ديال الجمله راه كينقص لي من الثمن ديال 30 درهم. فين ما كنتي راه غادي يوصلوا لك الامانه حتى لعندك، يعني راه كيصيفطوا في امانه. فين ما كنتي كيوصل لك الكوب او العدد اللي بغيتي ديال التوب. الثمن راه 30 درهم المترو، والمحل راه كاين في سيدي بنور. بالنسبه للناس اللي كيشاهدوا اول مره القناه، ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه بالضغط على زر الاشتراك، الزر الاحمر اللي كاين اسفل الفيديو، فعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابه والقفطان المغربي، وكذلك الجديد ديال الاتواب. يعني ديما كنحطوا ان شاء الله الجديد ديال التوب ديال الصيف ديال البرد، يعني موديلات مختلفه. يعني ما عليك الا تشتركي معنا في القناه وتفعلي زر الجرس وتضغطي على زر الاعجاب، كتشجيع لنا على استمرار البحث دائما عن الجديد. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.